الرئيس السيسي يكرم اليوم اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين ميداليات بالألعاب البارالمبية طوكيو 2020. مدبولي يؤكد الدعم الرئاسي لتوطين صناعة السيارات وخطة حكومية لجعل مصر مركزا إقليميا واعدا للتصدير. رئيس الحكومة اللبنانية في باريس لبحث الدعم الفرنسي لبلاده. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين ميداليات بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 وذلك بقصر الاتحادية. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في مسار دعم صناعة السيارات من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة وإقرار الحافز النقدي للسيارات الكهربائية وكذا إطلاق البرنامج التحفيزي لرد أعباء صادرات السيارات. وأضاف رئيس الوزراء خلال اجتماع مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تحظى باهتمام ودعم لا محدود من الرئيس السيسي، مضيفا أن الخطوات التي اتخذتها مصر لدعم صناعة السيارات تأتي في إطار خطة الحكومة لتجعل من مصر مركزا إقليميا واعدا للتصدير إلى السوق العالمية وبخاصة الدول الأفريقية. في ذات السياق أكدت الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات أن مصر تمتلك كل المقومات التي يمكن أن تجعل منها مركزا واعدا لصناعة السيارات، مؤكدين أن مصر هي الاختيار الأفضل في الفترة القادمة. أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن التعاون بين مصر وألمانيا أحد أمثلة التضامن الدولي بين الشعوب في الأزمات وانعكاس للعلاقة الكبيرة الطيبة بين الحكومة والقيادة السياسية في البلدين. وخلال مؤتمر مشترك مع السفير الألماني بالقاهرة توجهت الوزيرة بالشكر باسم الحكومة المصرية إلى الحكومة الألمانية على الهدية القيمة التي قدمتها للشعب المصري من لقاحات كورونا. أحب أن أنا أشكر باسم الحكومة المصرية سعادة السفير فرانك هارتمان والسفارة الألمانية في القاهرة، وأشكر الحكومة الألمانية على الهدية القيمة اللي قدمتها للشعب المصري من خلال استقبالنا على مدى يومين فاتوا آخرهم مساء أمس ل 2.3 مليون جرعة أسترازينيكا، هدية من الحكومة الألمانية للشعب المصري تضامنا في حماية الأرواح وتوفير مزيد من اللقاحات لمزيد من الحماية للأرواح للشعب المصري. وخلال المؤتمر الصحفي أعلنت هالة زايد عن قيامها بزيارة لألمانيا نهاية الشهر الجاري. وأضافت وزيرة الصحة أن زيارتها لألمانيا تهدف لعقد العديد من اللقاءات مع المسؤولين عن القطاع الطبي الألماني وعدد من الشركات الطبية. عندنا زيارة هذا الشهر لألمانيا، إن شاء الله هكون في ألمانيا بنهاية هذا الشهر لعقد كثير من اللقاءات، سواء كان مع شركة مرسيدس اللي دلوقتي إحنا بنشتري منها 1000 عربية إسعاف، سيارة إسعاف مجهزة بالأجهزة الطبية ألمانية المنشأ، و1000 عربية أو عيادة متنقلة للقوافل العلاجية، جزء من مشروع القومي الأمثل حياة كريمة بأجهزة الطبية، عيادات متنقلة متنوعة مختلفة التخصصات بأعلى تقنيات برضو من شركة مرسيدس.
وأكدت هالة زيد بدء تطعيم طلاب المدارس قريبا مع فتح الخط الثاني لإنتاج لقاح فيروس كورونا في مصنع فاكسيرا بناء على توجيهات الرئيس السيسي. وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الوفيات خلال الموجة الرابعة من الفيروس أقل من الموجات السابقة بسبب عملية التطعيم. خلينا أقول أخبار كويسة، إن عدد الوفيات بالنسبة لعدد الإصابات في الموجة الرابعة هو أقل عدد وفيات بالنسبة للإصابات في كل الموجات اللي فاتت، وده جزء سببه اللقاحات. نتوقع أن لو في ذروة هتبقى في حدود من 3 لـ4 أسابيع من الآن. احنا برضو كنا توقعنا ان بداية التصاعد الكبير هيبقى في النص الثاني من سبتمبر، ده كان كلامنا في شهر 6 اللي فات وده حصل. ان شاء الله نتوقع ان الذروة، ما كل كيرف لازم هيطلع يعني او هيبقى في ذروة، تكون بأقل الخسائر في الأعداد والوفيات. من جانبه قال السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان أن هناك علاقة صداقة وثيقة بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. كما لفت السفير إلى أن الانتخابات المقبلة في ألمانيا سوف تغير المسؤولين، ولكن تظل العلاقات بمصر قوية وتظل ألمانيا ملتزمة بدعم مصر في مواجهة كورونا وفي كل المجالات. وكما تفضلت وذكرت معالي الوزيرة زايد أن هناك صداقة وثيقة وعميقة بين الشعبين المصري والألماني، في مثالها المتميز في الصداقة الوثيقة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل. تعلمون حضراتكم أنه في نهاية الأسبوع القادم سوف تجري، بداية الأسبوع القادم سوف يكون هناك انتخابات التشريعية في ألمانيا، سوف تنتهي حقبة 16 عام من الحكم بالنسبة للمستشارة أنجيلا ميركل، وسوف يكون هناك سياسة جدد، تشكيلات جديدة، ولكن الصداقة بين مصر وألمانيا ستظل قائمة ولن تتأثر بذلك. نحن ملتزمون تجاه مصر وتجاه الشعب المصري، ملتزمون بالتضامن، بالصداقة، بالشراكة، بدعم الجهود على كافة المستويات. كانت مصر قد استقبلت أمس 1,500,000 جرعة من لقاح استرازينيكا، وذلك بمطار القاهرة الدولي مقدمة من الحكومة الألمانية. جاء ذلك في إطار خطة الدولة لتوفير لقاحات للمواطنين. ومن جانبه أشار مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرة الصحة العامة محمد حساني إلى أن مصر تسلمت قبل يومين 850,000 جرعة من لقاح استرازينيكا مقدمة من الحكومة الألمانية ضمن اتفاقية كوفاكس، ليصل إجمالي ما تسلمته الدولة من الحكومة الألمانية إلى 2,350,000 جرعة. نستقبل في مطار القاهرة شحنة هدية من جمهورية ألمانيا الاتحادية عبر عن 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، هدية من الجمهورية الألمانية جمهورية مصر العربية. والحقيقة طبعا دي خطوة تضامنية هامة تأتي في سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد في دول العالم. حقيقة مصر كانت سباقة من أول ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد بمساعدة العديد من الدول في مختلف القارات بعشرات ومئات الأطنان من المساعدات الطبية والغير طبية. والحقيقة أن الفترات أو الخطوات التضامنية اللي بتظهرها الشعوب خلال الفترة ديت هي السبيل الوحيد لمواجهة والقضاء على فيروس كورونا المستجد. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عرضا معلوماتيا حول البيان الأسبوعي بأحدث الإحصائيات المصرية والعالمية عن فيروس كورونا. وتناول العرض المعلوماتي آخر المستجدات حول لقاحات كورونا محليا وعالميا. وأشار العرض إلى أن الحكومة المصرية قامت بتوفير 830 مركزا لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية. كما نوه العرض إلى أن 45.4 ألف مواطن قاموا بتسجيل بياناتهم لتلقي اللقاح من خلال حملة معا نطمئن. على هامش المشاركة في فعالية الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين بنيويورك. وأكدت الخارجية أن اللقاء تضمن مناقشة أبرز الأوجه السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الثنائية. وأوضحت الخارجية أنه برز خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. واتفق الوزيران على أهمية العمل على الإعداد الجيد لعقد الجولة القادمة للحوار الاستراتيجي بين البلدين في المستقبل القريب.
كما التقى وزير الخارجية سامح شكري نظير الروسي سيرجي لافروف بنيويورك، وبحث الاجتماع العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وإلى الملف اللبناني، حيث توجه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى فرنسا في زيارة عمل، حيث من المقرر أن يستقبله الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر الإليزي غدا. كان قصر الإليزي قد أعلن أن ماكرون وميقاتي سيناقشان خلال غذاء عمل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان والإصلاحات الواجب تطبيقها للخروج منها، كما سيتم التطرق إلى دور فرنسا والأسرة الدولية لمواكبة نجيب ميقاتي وحكومته في تطبيق برنامج الإصلاحات. هذا وقد ترأس الرئيس اللبناني ميشيل عون اجتماعا للوفد اللبناني للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتم تخصيص الاجتماع لتقويم مسار المفاوضات والخطوات المقبلة. جاء ذلك بعد توقيع إسرائيل عقود تقويم تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات في المنطقة المتنازع عليها. ومن جانب آخر، استقبل عون وزير الداخلية والبلديات بسام موالي، وخلال اللقاء بقصر بعبدة تم عرض الأوضاع الأمنية في لبنان ومراجعة التحضيرات التي تقوم بها الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، بالإضافة إلى شؤون تتعلق بعمل المديريات التابعة للوزارة. أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات الحوثي تجاه السعودية، وأضاف في بيان أن تصعيد قوات الحوثي متعمد لاستهداف أمن السعودية بهجمات عدائية عابرة للحدود. هذا وقد أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات محاولة قوات الحوثي لاستهداف المدنيين. وما زلنا في الشأن اليمني، حيث أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك التزام الحكومة اليمنية بكل القواعد الدولية المتصلة بحماية الأطفال. وخلال لقائه بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح، أكد وزير الخارجية اليمني حرص بلاده للعمل عن قرب مع الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة الطريق وبناء قدرات المؤسسات الحكومية المعنية بحماية ومنع تجنيد الأطفال، والتنسيق مع الجهات الدولية الفاعلة لوضع حد لانتهاكات قوات الحوثي للقانون الدولي الإنساني. أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في المدارس الابتدائية بالبلاد اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل في الإدارات التي لا ينتشر فيها كثيرا فيروس كورونا. وقال أتال إن التخلي عن الكمامة للأطفال في المدرسة الابتدائية يعد اختيارا علميا وسياسيا بفضل تحسن الوضع الوبائي في البلاد. وأكد أتال أن الحكومة الفرنسية تقوم بتكييف إجراءاتها وفقا لتطور الوباء. أما فيما يتعلق بالمدرسين فإن القضية لم يتم تسويتها بعد. أهلا بكم مجددا. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020،
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من لاعب التايكواندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبد الجواد والمدرب هاني علي ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح. كما منح السيد الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن. وقد أشاد الرئيس السيسي بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عاليا وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدا أنهم كانوا على قدر عال من المسؤولية الوطنية ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الأعلى للشباب في بلوغ طموحاته. كما أكد الرئيس السيسي أن أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب لتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة، موجها سيادته بالتكثيف الدعم الموجه لكافة الأبطال المصريين استعدادا لدورة الألعاب البارالمبية القادمة في 2024، سعيا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي تساهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا. من جانبهم أعرب الأبطال الرياضيون عن خالص الشكر والامتنان للسيد الرئيس على تكريمهم، مؤكدين ما يمثله ذلك من دفعة قوية لهم من أجل تقديم المزيد في مجال الرياضة وخدمة الوطن، ومشيدين بالاهتمام المتواصل من السيد الرئيس بتذليل جميع العراقيل أمام مواصلة الأبطال الرياضيين المصريين في الألعاب البارالمبية لتحقيق الإنجازات في مسيرتهم الرياضية. أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن بلاده ستضاعف عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التي تتبرع بها للدول الأقل ثراء بمقدار 3 أمثال. جاء ذلك خلال قمة افتراضية حول جائحة كورونا عقدت أمس في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال دراغي أنه من المقرر أن تضاعف إيطاليا بواقع 3 أمثال عدد جرعات اللقاحات التي ستتبرع بها لهذه الدول، مما يزيد عدد الجرعات التي ستمنحها إلى 45 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري. أعلنت اليابان أنها ستقدم 30 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 لدول أخرى، وبذلك الرقم يرتفع إجمالي التزاماتها إلى 60 مليون جرعة كجزء من الجهود الدولية لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات المنقذة للحياة. وقدمت اليابان بالفعل أكثر من 23 مليون جرعة محلية الصنع من اللقاح لعدة دول في السابق، وبهذا تكون اليابان ثالث أكبر مساهم في العالم بالجرعات اعتبارا من سبتمبر الجاري بعد الولايات المتحدة والصين وقبل الهند وبريطانيا. هذا وقد ساد الهدوء شوارع ميلبورن بأستراليا بعد احتجاجات استمرت 3 أيام على القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا. يأتي ذلك مع انتشار مئات من رجال الشرطة في المدينة لمنع حدوث تجمع جديد، ومع تسجيل ولاية فيكتوريا أعلى عدد يومي الإصابات بفيروس كورونا. قامت الشرطة بالتحقيق في أسباب خروج سكان الولاية للشوارع بعد أن أدت الاحتجاجات أمس في ثاني أكبر مدن أستراليا إلى القبض على أكثر من 200 متظاهر. سجلت روسيا 820 وفاة بفيروس كورونا في الساعات 24 الماضية لتعود للمستوى القياسي السابق للوفيات في يوم واحد والذي سجلته يوم 26 من أغسطس الماضي. وذكر فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة كورونا في روسيا أنه تم تسجيل 21438 حالة إصابة بالفيروس في الساعات 24 الماضية.
ناقش الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيف بوريل مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بحث آخر التطورات الدولية الملحة والقضايا المتعلقة بجدول الأعمال عبر الأطلسية. وجاء في بيان صحفي أصدره بوريل أنه وبلينكين رحب خلال اللقاء بالبيان المشترك للرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي أعقب الإعلان الأخير على الشراكة الأمنية للولايات المتحدة مع المملكة المتحدة وأستراليا وإلغاء عقد شراء غواصة فرنسية إلى أستراليا. وتطرق اللقاء أيضا إلى القضايا الرئيسية الأخرى ذات الاهتمام المشترك. فيما له صلة، أعربت الخارجية الأمريكية عن توقعاتها بأن يعقد وزير خارجيته أنتوني بلينكين محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان اليوم، وذلك على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن بلينكين ولودريان تواصل فيما بينهما أمس بعد الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا والذي نظمته فرنسا وإيطاليا وألمانيا. كما توافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية أمس على أن إجراء مشاورة مفتوحة بين الحلفاء كان من شأنه تفادي أزمة الغواصات الأسترالية. قذف بركان كومبري في يخا على جزيرة لابالما بإسبانيا الحمم في الهواء محدثا انفجارات مدوية، في حين كسر رماد ألسام المنطقة المحيطة به. وظلت الحمم تتدفق على سفح البركان لليوم الخامس على التوالي لتسقط على منازل ومدارس ومزارع، ولكن بسرعة أبطأ من الأيام السابقة. أوصت منظمة الصحة العالمية بفرض قيود أكثر صرامة على ملوثات الهواء. وأضافت المنظمة العالمية أن الدراسات أظهرت أن تلوث الهواء أكثر ضررا مما كان يعتقد سابقا. قيود أكثر صرامة وضعتها منظمة الصحة العالمية على ملوثات الهواء الرئيسية، بما في ذلك الجزيئات العالقة التي تسبب لسبعة ملايين نسمة الوفاة المبكرة كل عام، خصوصا في البلدان الفقيرة حسب ما أعلنت المنظمة العالمية. فمنذ عام 2005 تعد تلك هي المرة الأولى التي تقوم في منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشادات جودة الهواء العالمية في ظل زيادة البيانات التي تظهر أن تلوث الهواء يؤثر على جوانب مختلفة من الصحة. وتهدف المبادرة التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية إلى حماية البشر من الآثار الضارة لتلوث الهواء، وتستخدمها الحكومات كمرجع للمعايير الملزمة قانوناً. الصحة العالمية شددت أيضاً على ضرورة أن يكون الهواء النظيف حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وشرطاً ضرورياً صحة المجتمعات وإنتاجيتها، حيث يعد تلوث الهواء إلى جانب التغير المناخي أحد أبرز التهديدات البيئية للصحة. وبالنسبة للأطفال، رأت المنظمة العالمية أن تلوث الهواء قد يعوق نمو الرئة ويحد من وظائفها ويؤدي إلى التهابات في الجهاز التنفسي ويزيد من حدة الربو. أما لدى البالغين فيعتبر مرض السكتة الدماغية من أكثر أسباب الوفاة المبكرة شيوعاً بسبب تلوث الهواء الخارجي. تقوم الدولة بتطوير منظومة التغذية المدرسية بحيث تتمتع الوجبات بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاج إليها الطلاب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وفي هذا الصدد يأتي هذا تأسيسا لنظام صحي سليم للأجيال الصاعدة، ومن ثم لجميع أفراد المجتمع، وللتوعية بثقافة التغذية السليمة لتصبح جزءا من بناء شخصية الطلاب والأطفال من المهد.
مع مطلع أكتوبر المقبل يبدأ العام الدراسي الجديد، ومعه ستنفذ الدولة خطة قومية للتغذية المدرسية لطلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية، خطة قومية جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدقيق الشديد في جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوجبات المدرسية من مرحلة التصنيع والإنتاج إلى مراحل التخزين والتوزيع، بهدف ضمان تقديم أفضل جودة ممكنة للوجبات للطلاب من حيث الشكل والمضمون والقيمة الغذائية المتكاملة التي تتناسب مع كل فئة عمرية، تأسيساً لنظام صحي سليم للأجيال الصاعدة ومن ثم لجميع أفراد المجتمع، وللتوعية بثقافة التغذية السليمة لتصبح جزءاً من بناء شخصية الطلاب والأطفال من المهد ولبناء الإنسان المصري. سيتم تقديم تغذية مدرسية صحية مؤمنة وبخامات محلية ومطابقة للمواصفات العالمية لتعود القيمة الغذائية على الملايين من الطلاب. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جانبها أكدت أنه سيتم وضع المعايير القياسية للوجبات الغذائية لوضع وجبة غذائية تتناسب مع الطلاب بداية من العام الدراسي المقبل. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم قمة النظم الغذائية بهدف وضع استراتيجيات لمكافحة التحديات العالمية مثل الجوع وتغير المناخ والفقر وعدم المساواة. وتهدف قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2021 إلى إذكاء الوعي ورفع مستوى النقاش العام بشأن إصلاح الأنظمة الغذائية. ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج زيارة لمحافظة الفيوم، وتفقدت الوزيرة إحدى مدارس التعليم المجتمعي وإحدى عيادات مشروع اثنين كفاية والذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل. الحقيقة النهاردة احنا بنزور مدارس المجتمع، كان في شراكة ما بيننا وبين مصر الخير في مدارس المجتمع بقيمة 90 مليون جنيه لإنشاء مدارس المجتمع والإدراج 34 ألف طفل في التعليم المجتمعي، والتعليم المجتمعي هو الفرصة الثانية أو الفرصة البديلة لمن فاتهم قطار التعليم أو لمن تسربوا من التعليم. أي حد هيجي يزور المدرسة هيشعر بالطاقة الإيجابية ببساطة من جودة التعليم اللي موجود في بناتنا وأولادنا وطريقة أدائهم للغة العربية والتزامهم بكل شيء، وحاجة يعني حاجة تفرح ان احنا في احد المدارس المجتمعية في اماكن بعيدة جدا عن يعني عن اماكن التنمية، اما يكون بناتنا واولادنا بالمستوى ده يبقى ان شاء الله ما هو قادم هو احسن ان شاء الله. القي الضوء على غاية التعليم المجتمعي او فلسفة هذا النوع من التعليم طبعا تحت اشراف وزارة التربية والتعليم. النوع ده يستوعب الطلاب المتسربين من التعليم او من السلم التعليمي اللي هم سابوا المدرسة لاكثر من سنتين، بنحقق لهم فرصة تانية للرجوع للمدرسة طبعا مرة تانية وياخدوا الشهادة الابتدائية من هنا ثم يلتحقوا بالسلم التعليمي الطبيعي. قامت محافظ دمياط منع العوض بجولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من مدن وقرى المحافظة. ورافق المحافظ خلال الجولة وفد من طلاب جامعة دمياط للتعرف على محاور المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ورحبت محافظ دمياط بزيارة الطلاب لهذه المشروعات للتعرف على ما تشهده قرى مركز كفر سعد من تحول شامل بجميع القطاعات لتغيير الواقع نحو الأفضل. وقد أشاد الطلاب بالنسب الإنجاز التي تحققت بالفعل على أرض الواقع. النهاردة بنزور مبادرة حياة كريمة في مركز كفر سعد محافظة دمياط
معانا طلبات جامعة دمياط، كان ان احنا لجأنا للفكرة دي فكرة كويسة، لان احنا بنعظم الانتماء بالنسبة للشباب، بنوري للشباب المشروع العظيم اللي معمول في بلدهم، عايزين نشوفهم على الأرض يشوفوا يعني ايه حياة كريمة، يعني ايه أهليهم اللي موجودين في الريف ازاي هيعيشوا حياة كريمة، عندهم جميع المرافق، عندهم المراكز الحكومية، عندهم مراكز زراعية، عندهم إسعاف، عندهم حماية مدنية، عندهم كل الخدمات اللي هم يستحقوها، بالإضافة إلى المنازل اللي هنعمل لها رفع كفاءة في سكن كريم. واصلت القافلة الطبية بقرية فارس بكومومبو بأسوان فعاليتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان من خلال 10 تخصصات طبية مختلفة، مع توفير 130 نوعا من الأدوية. وأعرب المترددون على القافلة عن شكرهم العميق للرئيس السيسي الذي وفر لهم القافلة بالأطباء وأطقم التمريض والأجهزة الطبية المختلفة دون دفع أي مقابل مادي، نظير تقديم هذه الخدمات الإنسانية. القوافل العلاجية المجانية احنا عبارة عن مستشفى ميداني متنقل، بنحاول نوصل للقرى المحرومة، القرى الأكثر احتياجا، القرى ما فيهاش الخدمة الطبية كاملة. بننفذ القافلة على مدار يومين في القرية اللي احنا القرية المستهدفة، بيسبقها يوم إعداد. القوافل الطبية المجانية بتتحرك وتوجه للقرية، عبارة عن 10 بتضم 10 تخصصات مختلفة. معانا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، معانا خدمة الأشعة العادية أو الأشعة السينية، معانا صيدلية فيها أكثر من 130 صنف بالمجان. القافلة بتقدم 10 عيادات، من ضمنهم العيادة دي، بنقدم للمريض الكشف مجاني والعلاج مجاني. نشكر الحكومة بداية من الرئيس السيد سيادة الرئيس على الهدايا المقدمة لنا بالقوافل الطبية، ونحن في حاجة كبيرة لمثل هذه القوافل، حيث تمدنا بالأدوية وبالتخصصات الغير موجودة عندنا. قال محافظ المنيا أسامة القاضي أنه يجرى العمل حاليا في 219 مشروعا في قطاع مياه الشرب، بالإضافة إلى 194 مشروعا في قطاع الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده محافظ المنيا أسبوعيا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول للاستمرار في تنفيذ الأعمال. التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي عضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن، وكان النائب العام قد وجه معهد البحوث الجنائية والتدريب بإعداد برنامج تدريبي لتأهيل عضوات النيابة العامة قبل بدء مباشرة أعمالهن. وتم إعداد دورة تأسيسية لعضوات النيابة خلال الفترة من 24 من شهر سبتمبر الجاري على أيدي قيادات وأعضاء بالنيابة العامة، وتم التدريب على أفرع القوانين الجنائية المختلفة والاطلاع على خبرات عملية متنوعة في نواحي العمل كافة. استقبلت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لبحث سبل التعاون لتقديم سبل الدعم لمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين. وخلال اللقاء ناقشت وزيرة الصحة أهمية الربط والتنسيق مع وزارة التضامن لتفعيل منظومة مميكنة موحدة تتضمن الكشف الطبي والوظيفي لذوي الإعاقة. كما أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم الاتفاق على إرسال قواعد بيانات الأطفال بدور الأيتام، بالإضافة إلى دور المسنين، لربطها بالوحدات الصحية لتقديم الخدمات الطبية لهؤلاء الأطفال بالمجان وإدراجهم ضمن الهيئة العامة للتأمين الصحي. ومن جانبها استعرضت وزيرة التضامن خلال الاجتماع أهم المشاكل والتحديات التي واجهت المرحلة الأولى لكارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزيرة الصحة مطلع أكتوبر بمقر وزارة التضامن، وذلك لتحديد موعد إعلان فتح المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة.
في ضوء إطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تنظم وزارة التنمية المحلية الأسبوع المقبل دورة تدريبية لإعداد مدربي متخصصين في مجال حقوق الإنسان، ويستفيد من هذه الدورة 27 متدربا من جميع المحافظات. من جانبه أوضح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الأنشطة التنموية والمبادرات التي تنفذها الوزارة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة ومشروعك وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وصندوق التنمية المحلية وأيادي مصر تصب في خانة التمكين الاقتصادي والنهوض بأوضاع الأسرة المصرية ضمن المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان، مشيرا إلى مشاركة الوزارة بتقرير عن أنشطة حقوق الإنسان في المحافظات وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تتواصل فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية والتي انطلقت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي تحت شعار قريبين ولو بعاد بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويضم معرض ديارنا نحو 300 عارض للمنتجات الحرفية اليدوية والتراثية من مختلف المحافظات. وللمزيد من المتابعة معنا مباشرة من 6 أكتوبر مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، ضعنا في جديد المشهد لديك، وماذا عن نسب الإقبال على المعرض؟ برحب بك وبكل متابعينا من مدينة 6 أكتوبر وتحديدا من داخل صالات عرض وأيضا أغلب الصالات الخاصة بالمنتجات التراثية واليدوية، خاصة المنتجات الخشبية والمنسوجات والمنتجات الجلدية، حيث تتواصل فعاليات معرض ديارنا هذا العام والذي يحمل شعار قريبين ولو بعاد، في إشارة للتجمع الكبير لكل أصحاب الحرف اليدوية والتراثية هنا على أرض واحدة من كافة المحافظات. هذا المعرض أيضا يشارك به أكثر من 380 عارضا يمثلون أكثر من 13 محافظة، وأيضا هناك مشاركة مهمة جدا لدولة ليبيا الشقيقة بأغلب العروض وأغلب أيضا المنتجات التراثية الليبية من عارضين مختلفين سواء منسوجات أو منتجات جلدية أو زيوت ومواد غذائية وغيرها من المواد المشاركين بها هنا من العارضين الليبيين. الحضور بالنسبة للجمهور مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية منذ الصباح وحتى الآن هناك تفاوت في إقبال الجمهور، لكن الجميع أبدى سعادة خاصة كل أهالي محافظة الجيزة بتواجد المعرض هذا العام على هذه الأرض بمدينة 6 أكتوبر لقربهم من هذا الموقع، وهناك إقبال كبير والجميع يبدي سعادة خاصة من يرغب ومحبي الحرف اليدوية والتراثية، خاصة أن هذا المعرض يأتي كمتنفس لكل أصحاب هذه الحرف وأيضا لتعميق الصناعة المصرية اليدوية المحلية وإعطاء متنفس كبير جدا وبداية جديدة لكل أصحاب هذه المهن في كل المحافظات. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد، شكرا لك. شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي عمرو عثمان الموسم الرابع على التوالي لبطولة دوري التعافي أنت أقوى من المخدرات، جاء ذلك بمشاركة 200 متعاف من الإدمان ب13 محافظة مختلفة. شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين قباج والسيد عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي الموسم الرابع على التوالي التعافي بطولة لدوري أنت أقوى من المخدرات، وذلك بمشاركة 200 متعافي من الإدمان ب13 محافظة مختلفة. أنا بأشرف أكون موجودة النهاردة في يوم من أيام الجميلة والرائعة، يوم بنشوف فيها بطولة جديدة بتتحقق من شبابنا ومن أولادنا، 200 شاب بيتعافى من خطر الإدمان، 200 شاب كان بيمر بمرحلة برحلة موت وبيرجع تاني للحياة بكامل القوة والعزيمة، شفناهم في الملعب بيجروا في منتهى الإصرار وبمنتهى القوة والعافية والتعافي. بقول لهم ألف مبروك، بتشرفونا وفخورين جدا نبقى مع بعض. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيتعامل مع قضية علاج الإدمان من منظور متكامل، مش بس عندنا نظرة قاصرة على العلاج الطبي، ولكن عندنا نظرة متكاملة بتعتمد على مجموعة من التدخلات، تدخلات اقتصادية، تدخلات اجتماعية، تدخلات نفسية، تدخلات رياضية. من على سبيل المثال في التدخلات الاقتصادية احنا دربنا 6000 متعافي
خلال الفترة اللي فاتت على مهن بيحتاجها سوق العمل. في نفس الوقت يمكن عندنا أول مركز علاجي بيتم تأسيسه وتجهيزه بسواعد المتعافين. قامت الوزيرة بتكريم الفريق الفائز في البطولة وسط حالة من الفرحة عامة الجميع. كذلك تم التأكيد على الدعم لكل الشباب ليس طبيا فقط وإنما اقتصاديا واجتماعيا لخلق حياة جديدة لكل متعافي. لأول مرة بعمل حاجة إيجابية، احنا متعودين يعني البطولة دي ده الموسم الرابع للبطولة يعني، واحنا متعودين احنا تالت مرة بنكسب بالكاس، مرة واحدة بس طلعنا مركز ثالث، واحنا بنستنى المناسبة دي من السنة للسنة يعني، لدرجة ان احنا بنقول لبعض لاصحابنا كده كل سنة طيب، اكن ده العيد بالنسبة لنا. مشاعري مبسوط النهاردة بعمل حاجة كويسة احسن ما كنت بدمر في نفسي وبدمر في اللي حواليا، وانا مبسوط ومشاعري كويسة جدا والله. انا بحمد ربنا على اللي انا فيه النهاردة ومبسوط طبعا من الجو اللي احنا فيه دهوت، جو البطولة اللي احنا فيه دهوت، كتير كان الواحد ما كانش عايش الكلام دوت، بس الحمد لله النهاردة الواحد قادر يفرح ويتبسط باللي هو فيه النهاردة الحمد لله يعني. العزيمة في من يقوم على التعافي وإن كان الطريق طويلا، فنحن معا ومعكم في كل الأماكن ب28 مركزا للتعافي. كلمات ختمت بها الدكتورة نيفين قباج لقائها مع المتعافين، مؤكدة أن الخط الساخن 160-23 هو الرقم الذي من خلاله يصل المتعافي إلى بر الأمان منعما بحياة خالية من الإدمان. تتواصل فعاليات معارض أهل مدارس بمختلف محافظات الجمهورية، وتهدف هذه المعارض إلى توفير جميع المستلزمات المدرسية للطلاب في مراحله التعليمية المختلفة وتخفيف العبء على الأسر المصرية. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا بينضم إلينا من أرض المعارض بمدينة نصر الزميل محمود جميل. يعني أهلا بك محمود في البداية، وتضعنا في أنت أقرب إلى فعاليات هذا المعرض، لو تصف لنا الصورة لديك ومدى الإقبال من قبل المواطنين. نعم، أهلا وسهلا بكم آية ولينا وبكل السادة المشاهدين. بالفعل نتواجد في معرض أهلا مدارس، هذا المعرض يعد من أقوى وأهم المعارض الموجودة في أرض المعارض بمدينة نصر. لماذا هو الأقوى والأهم؟ لأن هذا المعرض يخدم ما يقرب أو أكثر من 20,000 طالب وطالبة بمرحلة التعليم قبل الجامعي. وأيضا هذا المعرض به ميزات عديدة هذا العام، للعلم هو العام السابع على التوالي، ولكن هذا العام مميز لعدة أسباب. أولها هو اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم هذه المعارض للتخفيف على المواطنين، وأيضا يعني تقديم كل الخدمات لهم. أيضا وجود تخفيضات هائلة في هذا المعرض، التخفيضات تصل إلى 30%، وهناك بعض المنتجات الأخرى التي تصل بها يعني التخفيضات إلى أكثر من 70%. وهنا يوجد الشعب المختلفة للاتحاد العام للغرف التجارية، نتحدث عن شعب الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، الملابس الجاهزة، الأحذية، أيضا وجود بعض المنتجات الأغذية، وأيضا المنتجات الطبية الخاصة يعني الكمامات أو حتى الأدوات التعقيمية التي من الممكن أن يحتاجها الطلاب في المرحلة التعليمية القادمة. أيضا ما يميز هذا المعرض هو وجود القسم التكنولوجي والأجهزة الإلكترونية بالطبع لاعتماد الطلاب على التعليم عن بعد، فهنا يوجد بعض الأجهزة الخاصة أيضا بالتعليم عن بعد وبتخفيضات تصل إلى أكثر من 30%. وأيضا هذا المعرض يتميز بوجود عدد كبير من الشركات التي تقوم بتسويق منتجاتها وبيعها، والمميز هنا أيضا أن هذه المنتجات جودة عالية ومحلية الصنع، إذا كل المنتجات أكثر من 80% إنتاجها في مصر. أيضا هنا البائعين أكثر من 200 عارض يقدمون المنتجات المختلفة هنا داخل المعرض للتسهيل طبعا على الأسر التي تقوم يعني وجود مختلف لهذه المنتجات المختلفة. ربما الصورة هنا اليوم هناك إقبال كبير جدا على المنتجات المختلفة الموجودة داخل المعرض، وهناك إقبال أيضا من الأسر المصرية على المنتجات وشراء الأدوات المختلفة من معرض أهلا مدارس. إذن لكل هذه الأسباب وهذه الصورة كان معرض مدارس الذي بالتزامن مع وجودنا هنا في أرض المعارض في مدينة نصر يتواجد في كل محافظات مصر لتخفيف العبء على الأسر المصرية. هذه هي الصورة من أرض المعارض من مدينة نصر فيما يتعلق بمعرض أهل المدارس، والآن عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو. يعني وضحت الصورة محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.
وإلى البورصة المصرية التي أنهت تعاملات اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، بينما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 709 مليار جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة EGX30 بنسبة 43%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 3.14%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.42%. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا بتنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أهلا بك أستاذة حنان في البداية، ويعني ربما تكون نهاية سعيدة لمستثمري سوق المال حيث غلب الارتفاع على أغلب مؤشرات السوق، كيف ترين أداء البورصة خلال تعاملات اليوم وأهم الأحداث التي أثرت على هذه التعاملات؟ مساء الخير يا استاذة آية، زي ما حضرتك قلتي ده نهاية الأسبوع كان في تقلبات عالية وكان في خسائر رهيبة للبورصة المصرية، وده بيرجع طبعا لموضوع تجدد الكلام على موضوع الضرائب اللي احنا بنأمل بإذن الله إن يكون في إلغاء لهذه الضريبة عشان يتفاعل السوق بالإيجاب. وسبب تفاعل السوق في جلستي الأربعاء والخميس بيرجع إلى تدني الأسعار إلى مستويات منخفضة جدا، وكمان كان في الفترة اللي فاتت مارجن كول كتير يعني تسوية لحسابات هامش، ففي عملاء كتير كانوا عرضة إن هم تضيع استثماراتهم بالكامل، لما لقوا إن الأسعار تدنيت ابتدوا إن هم يشتروا فيها ويكونوا مراكز شرائية عشان يستفادوا بأي فروق أسعار، مع وجود سقط عام ما زال لموضوع ضرائب الرأسمالية وعدم قبول بها للسوق. عشان في ناس بتقول ان المتعاملين تقبلوا الوضع عشان كده تفاعلوا بالايجاب مع تداولات، الكلام ده مش مظبوط، وما تفاعلوا مع انخفاض الاسعار. طبعا كان في مخاوف من موضوع تاثير ايفرجراند الصينيه على اداء القطاع العقارات المتواجد في مصر، وكان في تخوف من ان تكون في ازمه ماليه عالميه زي اللي حصل في 2008، ولكن يعني بسبب ان الصين ضخت شيله قويه وبسبب تثبيت الفدرال الامريكي لاسعار الفايده فتدرجت الاسواق هذه الانخفاضات. طبعا انا شايف ان المتعامل في الفتره الحاليه هو متخبط نوعا ما، بيحاول ان هو يعني يقتنص اي فرصه متواجده لان بيبقى معاه سيوله، واحنا شايفين ان في معدلات الفايده بتنخفض وشايفين معدلات التضخم بترتفع فقيمه الشرائيه والنقود بتنخفض، فهو شايف ان البورصه قدامه ملاذ امن للتعامل. عشان كده انا عايزه ارسخ هذه الفكره واقول له فعلا البورصه ملاذ امن، وانك انت ممكن تحط استثماراتك استثمارات امنه بدل ما تروح لمستريح يقضي على كل استثماراتك ويبدد كل امالك في الربحيه. وبقول له كمان ان البورصه في الجهات المنوطه بيها هتعمل كافه الاجراءات اللازمه عشان تمنع تطبيق ضريبه الارباح الراسماليه. طبعا في من الملاحظ ان المتعاملين العرب بيكونوا مراكز شرائية جيدة، طبعا احنا شايفين اسهم قطاع العقارات اسهم بالنسبة لنا جيدة وبتتداول باسعار متدنية وبمضاعفات ربحية متدنية، فبيكونوا مراكز شرائية فيها بغلط المتاجرة. مفيش عندنا في البورصة حد بيعمل استثمارات في الفترة الحالية للتخوف باستمرار من حدوث ما هو غير الحسبان، ودايما بيحاولوا يصفوا مراكزهم. في بعض الناس بتقول ان المتعاملين الافراد بيستثمروا طويل الاجل والمؤسسات الاجنبيه بتعمل استثمار متجري وبيدوروا محافظهم في خلال الشهر 20 مره، الكلام ده برده مش صحيح، وانا عايزه يعني اصحح كل الافكار المتواجده في السوق. اللي بيعمل متجرات سريعه هم المتعاملين والمتعاملين المصريين بالاخص، لانهم بيكتفوا باي فروق سعريه عشان خاطر يضمنوا مكاسب يقدروا يحققوها على اموالهم، اما المستثمرين الاجانب فهم مترقبين للاوضاع، وكل ما بيبقى فيه بادره لاي يعني ازمه اقتصاديه هم بيعملوا خروج، وواضح جدا من تعاملاتهم ان هم ما بيكونوش مراكز شرائيه في الاسهم القياديه، لانهم لو كانوا بيعملوا مراكز شرائيه عميقه لو شفنا المؤشر 30 ده على ارتفاعات قياسيه وهو بقاله فتره يعني في اتجاه عرضي ما بيتحركش، كان اتحرك في الشهر اللي فات ولكن تحركاته هذا الاسبوع تحركات محدوده للغايه. طيب أستاذة حنان، يعني لو تحدثنا أكثر عن أبرز القطاعات بشكل سريع المتراجعة خلال التعاملات وأسباب التراجع من وجهة نظر حضرتك. طب ليه نتكلم على المتراجع؟ بنتكلم على اللي حقق أداء جيد لأن ده بيدي أمل للمتعاملين. طبعا قطاع العقارات متصدر الأداء الجيد، بيليه قطاع الترفيه والسياحة،
بليحة قطاع الأغذية والمشروبات، وتزيل القائمة قطاعي الاتصالات وقطاع البنوك. طبعا في بيانات ومعلومات بتدور في فرق قطاع الاتصالات، فممكن ان هو بدل يعني التباطؤ في الاداء اللي بيؤديه، لا ممكن نلاقيه على السطح مره اخرى. بس هي المشكله ان القطاع فيه سهم واحد بس بيتحرك، كان الاول في اكثر من ثلاث اسهم كانوا ممتازين وكانوا بيدعموا من اداء النشاط. وبشوف برضه الفتره الحاليه قطاع البنوك ابتدى يتحرك نوعا ما، ولكن ليس بسبب السهم القيادي اللي متصدر للاعلى وزن نسبي، اسهم اخرى فيها تحركات بسبب ان هم بيعملوا طفرات جيده وعلاقات جيده ونوع من يعني الرؤيه المستقبليه للاداء اللي يتعلق بالبنك. يعني استاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال، شكرا جزيلا لك. وصل التابوت الأثري المصري للكاهنة بسمتيك بن أوزير إلى مقر الجناح المصري المشارك في فعاليات معرض إكسبو 2020 بدبي، حيث من المقرر عرضه بالجناح على مدى 6 أشهر. ويعد هذا التابوت أحد التوابيت الخشبية الملونة التي تم اكتشافها حديثا بمنطقة سقارة الأثرية من خلال البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار. ويأتي إرسال هذا التابوت للجناح المصري بإكسبو 2020 دبي في إطار التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتجارة والصناعة للإعداد للمشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي المهم. انتهت نشرة الثالثة، وما تبقى لنا سوى تذكرة بأهم ما كان فيها من عناوين. الرئيس السيسي يكرم اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين ميداليات بالألعاب البارالمبية طوكيو 2020. مدبولي يؤكد الدعم الرئاسي لتوطين صناعة السيارات وخطة حكومية لجعل مصر مركزا إقليميا واعدا للتصدير. رئيس الحكومة اللبنانية في باريس لبحث الدعم الفرنسي لبلاده. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من الثالثة، شكرا لكم وإلى اللقاء.